نظمت مبادرة حياة كريمة زيارة طلابية لطلاب مدرسة النصر الإعدادية بمركز قوس بمحافظة قنا للتعريف بالمشاريع التي تقوم بها في قرية جراغوس وتنفذ المبادرة الرئاسية بالقرية عدد من المشاريع منها مركز طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل ومجمع الخدمات والمجمع الزراعي و. ايضا منطقه اسعاف خاصه بالقريه وغيرها من المشروعات